السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة نادي للطبخ والحلويات. اليوم غنحضر معكم دونات بطبيعة الحال بلا زيت بدون قلي. كيف ما كنعرفو كنا شحال هادي الدونات غير كنقليوهم، دابا لا بلاباراي غنوجدوهم بلا زيت بلا حتى شي حاجة. من اليوم ما غتقدروش تستغناو عليهم. مشيو دابا للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غنحتاج هنا 4 البيضات، كأس ونصف ديال العنبة سنيدة، 2 كؤوس ديال العنبة حليب، 200 غرام زبدة، قبيصة 2 خمارات، قبيصة ديال الملح مع معلقة صغيرة ديال الفاني، أولا 2 ساشيات فاني. أنا هنا عندي فاني اللي ما مخلطش معه السكر، درت معلقة صغيرة. 500 غرام ديال الدقيق الابيض. نمشيو دابا لطريقه التحضير. غنجيب هنا اناء غنوضع فيه الزبده، ندربها مزيان حتى نحصل على كريمه. بالنسبه لانا هاد المقادير كتخرج ليا كميه كثيره، غنزيد السنيدة. بالنسبة للناس اللي هكا بغاو غير حاجة قليلة ينقصو من المقادير، أو لا هكا حتى لو وجدتوها ووضعتوها في الكونجيلاتور كتبقى مزيانة. بقيت اللي تبغيوها غير تجبدوها هكا بساعة قبل حتى ترخف وتناولوها. انا هنا غنستمر على نفس العمليه. من بعد ما زدت البيض نخلط الكل مزيان، نضيف كذلك الحليب. من بعد غنجيب هنا غير الدراب اليدوي وغنبدا نضيف الدقيق والخميره حتى نكمل الكميه ديال الدقيق اللي عندي. من بعد نخلي العجينه ديالي ترتاح لمده نصف ساعه حتى لساعه على حسب، الا كنتو هكا يعني مزربانين شباب الاحسن تخليوها ساعه. غنجيب انا هاد الاله ديال الدونات كيف ما كتشاهدوا معايا، غنوضع هكا. انا وضعت العجينه ديالي في البوش. من بعد ما سخنات انا ما كندهنها لا بزيت لا حتى شي حاجه وما كتلصقش، ما كتلصقش ليا نهائيا الدونات. هانتوما كيف ما كتشاهدوا معايا انا طيبت من قبل كيفاش جاو، غير مره كتبقاو هكا تقلبوها باش تحمر على جميع الجويه. ودغيا هما اصلا كيتحمروا، هانتوما كيفاش كيجيو. انا هنا غنستمر على نفس العمليه تنكمل كاع العجينة اللي عندي. Thank you.
من بعد ما كملت الدونه ديالي، انا هنا غنجيب الشوكولات بيض واسود غندوبهم. غنغطس الدونه ديالي، انا هنا جبت السنيده الغليظه من اللي ملونينها بالستايو، كندير هكا غير حبيبات خفاف. من بعد شي حاجه غنخليها هكا غير عادي، حتى ندير فيهم خطوط بيضاء غير بالشوكولاط. طبعا الحال كيبقى تزيين تزيين اختياري على حسب اللي متواجد عندكم في البيت. غنجيب دابا شوكولاط ابيض، انا هنا عندي هاد الحبيبات اللي كتشاهدوا معايا ملونين، تاني ما كانوش عنده، ربما يكون فيرميسال او لا عادي كيف ما قلت لكم من قبل. تقدروا تزينوهم غير بخطوط هما سوداء. غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع الدونات اللي عندي. غنجيب انا هنا بوش غنوضع فيه الشوكولاته البيضاء وغندير هكا خطوط الدونات اللي عندي هنا بالشوكولاته سوداء غير عشوائي. وغنجيب كذلك الدونات اللي سبق لي درت فيهم شوكولاته بيضاء، غنديرها بخطوط الشوكولاتة السوداء على هاد الشكل. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي، الدونات ديالنا هما هادو كيفاش جاو. صراحه كيجيو لذاد بزاف ورائعين في المذاق. انا هنا حضرتهم مناسبه عيد ميلاد ديال وليداتي، كذلك يمكن لكم تحضرهم في الاعياد الميلاد اولا هكا تكون عندكم شي عراضه صغيره في الدار. صراحه كيحمروا الوجه بزاف، كيجيو زوينين ولذاد. بالنسبه للناس اللي عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلايك، واللي اول مره غيشاهد القناه ديالي يضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. الى اللقاء، الى فرصة ثانية ان شاء الله.